لو تعرف قديش راح تختصر لك سورة البقرة من مشوار حياتك من التيه والتخبط، والله لعضيت عليها بالنواجد، والله لأخذتها محمل الجد. سنمر على قصتي مع أحد التجارات التي كنت أمارسها. ماذا فعلت بسورة البقرة بفضل الله؟ طبعا يعني هي لها في الدور سورة البقرة في حياتنا. قال الرسول عليه السلام، عشان ما يظن واحد انه احنا نشرك بالله عندما نقول سورة البقرة، قال الرسول عليه السلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وترك حصرة ولا تستطيع البطلة. لا تستطيع، يعني في لها دور هي سورة البقرة، وكأنها شيء. نعم هي شيء له مفعول. سنمر قليلا، عندنا قصة كمان إن شاء الله لأحد الأخوات مع الاستغفار، قصة جميلة جدا جدا. يعني هذه القصة يعني صراحة الله أكبر، الله أكبر، ماذا كان، ما فاتنا الشيء الكثير. هرمنا ونحن لا نعرف أمور ديننا، والله هرمنا. وإن أخذت سورة البقرة والاستغفار ستعرف كل شيء غاب عنك. بالاستغفار سيفتح الله أبواب فهمك وعلمك ومعرفتك لمراد الله من هذه الدنيا، ماذا يريد الله منك. وبسورة البقرة ستكون أنت أفهم وأعلم. واتقوا الله، لأن التقوى لا تأتي من شطارتك ولا شطارتي، أنا مش شاطر. إذا تركت سورة البقرة والعياذ بالله يعني أكون من أسوأ الناس والعياذ بالله، سأعود إلى ما كنت عليه في الماضي. نعم نحن لا نجيد التدبير، الله يعطيك. وكان قرص دواء، هذه سورة البقرة تعيد لك الفطرة السليمة، تعيدك إلى رشدك، تنظم حياتك، تنظم فهمك. سورة البقرة لها دور، أنا بينت ما الفرق بين سورة البقرة والاستغفار. لكن الآن إذا جمعت سورة البقرة والاستغفار ماذا يحدث؟ قلت لكم ترك حصرة. حتى لو اخترت شريكك في الحياة، بدون سورة البقرة في علي علامة سؤال كل شيء. تجارتك، انتمائك السياسي، انتمائك الديني، من باب انه مثلا انا سلفي ولا ابصر شو هاي المسميات. طبعا انا اخوكم ابو احمد لا ينتمي لا لتيار اسلامي ولا لتيار ديني، انا من اهل السنة والجماعة. قال الله وقال رسول الله، ما قال فيه رسول الله نأخذه ما نهى عنه ان شاء الله ننتهي وهكذا. بس انا دبين لك شو معنى كلمة سورة البقرة في حياتك، كيف انك انت تيه 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 فلوس بتدفع، بتلهث وراء، تدفع كل مالك لأنه في فكرة براسك، في فكرة براسك بتظن. شيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالشيطان قال لآتينهم عن أيمان وعن شمائلهم، يعني ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني الشيطان سيعدهم ويمنيهم، بده يعمل لك الحب قبي ويتوهك بهالدنيا. والله بين لك كيف ممكن انك انت تنجي حالك منه. ومن عظمة سورة البقرة ان البطلة لا تستطيعها، يعني السحرة وكل شيء باطل في حياتك. انا اعتذر عندما بتطول الفيديوهات، ما انا ما بدي اقول لك اقرأ البقرة وبصير حياتك طيبة خلصت. يلا سمعت الدرس، اذهب اقرأ البقرة واترك باقي الدرس. نعم انا بدي اجيب لك قصة وانا اجيب لك كلام، بدي اياك تشوف عشان تعرف انك انت اذا تركت سورة البقرة فانت لا يمكن، انت ستظن انك انت دايما انت الصح، انت دايما الصح، انت الصحيح، ما في حدا بيفهم اكثر منك. لكنك يا مسكين عندما سبحان الله عندما تاخذ سورة البقرة افهم لي، اول شيء ستجده انت بتشد على الشمال، يعني انت بدك تروح على ناحية الشمال الاتجاه مثلا اليسار، وهي بتشد فيك إلى يعني تأخذ بك إلى اليمين مثلا، وأنت تظن أن اليمين هذا فيه خراب بيت، ولكن بالآخر ستجد إنك والله الحمد لله التي يعني الله أخذني بصورة البقرة إلى ناحية اليمين. مرينا في التجارة، تفرجيك إسانة، سأريكم تجارتي بالحلو كيف، وين وصلنا، وين صرنا، وهل كانت مشوار
يعني كان سترى وتبكي على محل من هالشكل. قديش كان جميل هذا المحل. خلينا نشوف صور وبعدين نتكلم. نعم، أبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وحبتي في الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني إحنا إن شاء الله رب العالمين بدي أبين لك قديش سورة البقرة بتختصر عنك معاناة في هذه الدنيا، ولكن قديش إذا أنت جمعتها بالاستغفار أنت بتصل إلى مراحل وكأنه سبحان الله النضوج والرزق والعلم والكل مع بعض من عند الله، هو حبل من عند الله. إن تركته انقطع هذا الحبل، إن تركته يوم انقطع. من أنا فهمك، مش تفكر أنك أنت يعني إذا أنت أخذته أسبوع سنة وتركته سيستمر الحبل، لا سينقطع الحبل. واستمسكوا بالعروة الوثقى. نعم، سورة البقرة. اسمع، نشوف الصور. نبدأ على بركة الله إن شاء الله. لحظة طبعا هذا محل الحلو عندي لما كان، يعني أعتذر الصورة شوي معتمة عشان نعرف انه احنا كنا في محل ما شاء الله تبارك الرحمن. لأن الصورة بايل أنا بفرجيكو. هذا شغلنا طبعا، هذا الشغل عندي بالمحل طبعا. نعم، هذا المحل عندي يعني لما كان يا مكان. صبر جميل، بده طول الفيديو عشان يبين انك انت في كثير من الاحيان انك بتظن انك انت هذا كله شغلنا. يعني هذا كله شغلي، كله شغلي عشان تعرفوا أنا شو كنت أشتغل. هذا كعك كله شغلي. هذا كله الكعك بفضل الله شغلي.
شو دور سورة البقرة والاستغفار هون؟ بدك تفهم لما بتقول لي بدأت أقرأ سورة البقرة والاستغفار وبدأت الأمور تتعطل، بدأت الأمور تأخذ منها آخر في حياتي، ظننت أن الأمور هي يعني ستستقيم لكنها انقلبت رأسا على عقب. نعم، الآن كل شيء انتهى خلصنا، خلصنا من المحل. سؤال يا جماعة، أنا هذا المحل الحلو كلفني مئات آلاف الدولارات، مئات آلاف الدولارات كلفني حتى بنيت هذا المحل وعشت مع الحلو يعني تقريبا 20 سنة، 20 سنة، وأنا اللي صنعت بفضل الله طبعا، وأنا تعلمت واشتغلت كله لوحدي بفضل الله. يعني أنا تعلمت كيف أعمل البقلاوة وأعمل كل شيء، ما حد علمني، من كثر التجربة حتى خرجت بهذا الأمر. لكن عندما أخذت سورة البقرة، عشان في ناس بتبكي إذا صار في عندها تعطيل، أنت دفهمك نقطة جدا حساسي مع سورة البقرة والاستغفار. ظاهر السورة خراب؟ لا والله، إنه ظاهر، والله إنه باطن الأمر كله رحمي. أنا مبسوط، وهذا أفضل رمضان بمر علي مع إني سكرت المحل. أرزاقي أفضل بمليون مرة مما كانت. أنا كنت أمول ذاك المحل، أموله من جيبي، لكن اليوم أنا الحمد لله رب العالمين، إذا رزقي يأتي من حيث لا أحتسب. فهمت؟ هذا المحل الجميل أنا اللي كنت أدفع أموله عشان يبقى جميل وفيه كل ما تشتهي الأنفس من أفضل بضاعة، لكن الرزق عند الله. وأنا كنت أتعب كثير في هذا المحل، وكان يأخذ مني وقت كثير هذا المحل، واشتغلت أنا أولادي بهذا المحل. لكن سبحان الله، مع سورة البقرة بدأ الأمر يتغير. نعم، يعني أنا عندما لزمت 2015 الاستغفار، هذا المحل كان موجود، بعده بمدة انقضى عني دين الحمد لله رب العالمين، وأجد فترة إلا أنا تقريبا المحل نفسه هذا نقلته إلى عندي على البيت، عندي على البيت. أنا صار عندي وقت أوسع، لأنه أولادي الله يرضى عليهم تركوا، يعني انتقلوا كل واحد لشغله، ما كانوا يشتغلوا معي، فانتقلوا كل واحد لشغله. فهذا أول رحمي، يعني أنا حتى عندي أصدقاء في مجال الحلو أولادهم بيشتغلوا معهم، يعني يشتغلوا معهم، بقول لهم اتركوا أولادكم يذهبوا إلى أعمالهم. إذا هذا المتجر لا يأتي برزق 3 أو 4 عمال، مثلا كل عامل مثلا بأخذ 2000 دولار، إذا لم يأتي لك بأرباح 8000 دولار، كبوا، اتركوا، ارميه، اذهب اشتغل في العامل، بدل ما انك انت تفتح محل وتمول هذا المحل ويكون عبء عليك وضرائب ومش ضرائب واجر محل وكهارب كهرباء وكل هذا، انت مسؤول كل الوقت. وعن يعني انت في، انا اللي بدي ابينه من هذا الموضوع، ظاهر الامر اني انا احب هذا الامر وانا اريده، واريد الناس تتقف عندي بالدور ان تشتري هذه الحلو، لكن الله اراد ان يريحني منه، والله الذي لا اله الا هو، أقسم بالله إن الله ريحني منه مع الاستغفار، والله الذي لا إله إلا هو رزقي أفضل مما كنت مع الحلو، أقسم بالله. هذا عشان ما حداش يظن أنا رزقي الآن يأتيني على أريح ما يكون، على أريح ما يكون، فهمت؟ الحمد لله رب العالمين، على أريح من حيث لا أحتسب الرزق، الحمد لله رب العالمين، ما عهدت هذا الرزق من قبل، والله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه. مع هذا المحل المتجر كان مخرب بيتي، نعم كنت أبيع عقارات عشان أمشي عشان أبقى واقف في السوق، ما خلينا، لأنك أنت لازم تبقى ظاهر في السوق، هذا تفكير البشر، إني لازم أنا أبقى أجمل محل وأكبر محل وأطيب محل، وأظن إني رزق شطارة. لكن مع سورة البقرة والاستغفار هدم هذا الباطل، هذا اسمه باطل،
مش معناه انك تهدم تجارتك، لا، انا ببين لك اياته. انت لا تزعل اذا الله، انت عمال تستقيم على امر الله، انت عمال تستقيم على امر الله، وفي امور عمال تخرب معك، من عما كانت تخرب، ولكن الله رابط على قلبي والفلوس موجوده. الله رابط على قلبي والفلوس موجوده، فهمت؟ الشغل مش ماشي، كان الشغل بعدين بالفترة الأخيرة مش ماشي، ولكن الرزق موجود، الفلوس موجودة، أموري طيبة، قليل أشغال، مصاري، فلوس إيه. افهم مليح، بالأول الشغل يعني كنت أنا أشغل حالي وأتعب حالي، لكن كل الفلوس كان يروح يذهب إلى التجار، إلى الكهرباء، أجر محل، أمور، نعم، تذهب العمال هكذا. وأنا مرات اضطر اني ابيع عقار عشان ادفع باقي الاجرة. لكن مع الاستغفار انتهى هذا، توقف كل هذا التيه والتخبط. حبيت اوصل لك فكرة، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاذا كان انت عندك شيء من اي شيء من العذاب وأنت لازمت الاستغفار وتبت إلى الله وأقبلت على الله، يعني أنت مقبل. ما هو سورة البقرة ستربط على قلبك بفضل الله، وتنزل السكينة عليك إن أمورك ماشي مش ماشي أنت مبسوط. افهم مليح، ماشي مش ماشي أنت مبسوط بفضل الله، هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين. ليش أنا قلت لك حسن التوكل في سورة البقرة؟ حتى انت مربوط على قلبك يا اخي، وانت راضي ومبسوط. والله اقسم بالله، اقسم بالله، ما بزل بحرف من كلامي اني انا مبسوط والحمد لله اللي خلصني من هذا المحل. وصلت. بدي ابين لك انك انت قد تكون، انت اذا انت مستقيم على امر الله، إذا أنت إنسان مستقيم على أمر الله، يعني أنا بعرف أختنا الله يرضى عليها أم رفيدة، هي معنا في الجروب النساء. أختنا أم رفيدة كانت مستشارة لأمور اجتماعية، نسيت شو اسم الموضوع، وكانت تشتغل ما شاء الله، وزوجها قال لها خلص بديش تشتغلي، هي قارئة لسورة البقرة. طيب هي مرتاحة اليوم في بيتها وأمورها ما شاء الله تبارك الله، مش معناه احنا نجلس، مش معناه احنا نترك كل شيء. اذا الله يريد ان ياخذك يمنة، انت اذهب على اليمين، حتى لو ان الظاهر شر، حتى لو ان الظاهر شر، ستراه بالاخر انه النعمة الكاملة. فهمت؟ يعني انا موقف الشغل، تلفون، يعني عشان اذا واحد بده كنافي او بده كنافي، بده يتصل له، بدي صدر كنافي، بدي كذا، بدي مثلا، لكن التلفون وقفت رن، بطل يتصل حدا فيه. هل أنا كنت زعلان؟ والله ما كنت زعلان، كنت مرتاح، بدي أقرأ سورة البقرة ومبسوط. الفلوس موجود، مش أنا فاتح، مش فاتح هذا المحل عشان يجي الفلوس، بل الفلوس كان يجي. عشان أفهمك، فهذا المحل عندما انهدم أو هدم الله، فأنا ما زعلت وأنا مبسوط، والقرار جاء يعني حاسم بهذا الموضوع. جريت تسكير الموضوع، والله يا جماعة إني جريت تسكير الموضوع سنين، لكن عندما جمعت الاستغفار مع سورة، جريت تسكير الموضوع مع سورة البقرة سنين. يعني سورة البقرة كانت من 28/9/2019 معي إلى يومنا هذا، لكن جريت موضوع تسكير المحل هذا إني خلص بكفي حلو، إلى أن لزمت الاستغفار. عندما لزمت الاستغفار وكان الله أراد أن يضع حد لهذه، أسكر ولا ما أسكر؟ ما هو منين يجي لي الرزق؟ إذا سكرت منين أتي أنا بالرزق؟ يعني أنا بالنسبة لي أنا كبرت في العمر، منين أنا أتي بالرزق؟ فهمت هذا التفكير؟ يعني خلينا فاتحين لربما يأتي يوم أفضل، يوم أفضل. فجاء بإذن الله بعد الاستغفار انهدم المصلحة، لكن ما النتج؟ اعتذر اني خرجت عن سياق الموضوع، بس انا بدي اتكلم لانه في معنا قصة عن الذئبة الحمراء، كيف الله ان شفى اخت من اخواتنا
بالاستغفار من هذه الذئبة الحمراء عشان تعرفوا عظمة المعاناة، حجم المعاناة التي يعانيها، لأنه يعني هذا الموبايل الصورة فيه أوضح من الموبايل اللي معي، حبيت إني أبين لكم هذا الأمر عشان بعدين نتكلم عن هذا الموضوع. نعم، هذه الذئبة الحمراء. أعتذر إن أنا فوتت هاي الصور، لأنه الصور في هذا الموبايل الصورة مش واضحة لي عشان تعرفوا شو معنى الذئبة الحمراء، عافانا وعافاكم الله. بدنا نسمع القصة، لكن أنا حبيت إني أبين إنه مع صورة البقرة والاستغفار، إذا رأيت أن الأمور عمال تخرج عن السيطرة وكأنها لا ترضيك، وأنت مستقيم، أنت مستقيم على أمر الله، أنت مستقيم على أمر الله، أنت لازم الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، ومعك صورة البقرة، فأبشر يا أخي، وإن كانت الصورة سوداء، وإن كانت الصورة سوداء، فالله الذي سيتولى أمرك، خلص انتهى الموضوع. نعم، انتهى موضوع هذا الضلال والضياع والتخبط، وتظن إنك أنت عمال تبني الأمبراطورية التجارية تبعتك، ولكن الله رأى فيها أنها هي سبب تعاستك، سيمحاها من حياتك ويرزقك رزقا خيرا منه مليون 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 مرة، ويأخذك إلى المكان الصحيح. هذا هو حسن التوكل على الله. لو أنكم، هذا بصورة البقرة، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. أنا رزقي على الله. أنت لا تسأل، أنت لا تسأل، ولكن أنت أعبد الله، مش معناها أنت تجلس. أنا كانت عندي المصلحة قائمة وما شاء الله، ولكني كانت تعاني المصلحة منذ أن أنشأتها، والله منذ أن أنشأتها. جدد جدد، كبر كبر، يعني كبر الكثر الحلو، كثر الأنواع، كثر الأمور، انتقل إلى المنطقة الأفضل، كانت في المنطقة الأفضل في 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 المتجر تبعي، في أفضل منطقة ومن أغلى منطقة، انتقلت إلى هناك. نعم، ولكنه سبحان الله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، فأراد الله لي أن يريحني من هذا الأمر. نعم، والله دفعت مولت هذا المصلحة يعني من 20 سنة وأنا أمولها، منذ أن فتحتها في اليوم الأول وتنقلت فيها، كانت عندي في هذا المحل هنا، ثم انتقلت إلى الشارع ثم إلى شارع، ثم رجعت إلى نفس المكان الأولاني، ويعني أبحث عن رزق، ورزقي كان مكتوب عند الله. نعم، وكان أهوان بكثير من كل هذا التعب. كان معي 5 عمال، وكان عندي يعني يا جماعة، عندما تقرأ سورة البقرة وتستغفر وترى أن الأمور عمال تتخربط معك، فاعلم أن الله يريد أن يرتبك، الله يريد يرتبك. أنت بتعرفش شيء، ولا أنا بعرفش شيء، إحنا بنفكر أنه اللي إحنا ذاهبين إليه هو الخير. هل اللي بوصل لك إياه، أنت بتظن أنك أنت رايح على الخير. سيهدم الله كل الباطل مع سورة البقرة والاستغفار، كل الباطل الذي تظنه. لكن عندما تخرج يا أخي جماعة، والله أنا مرتاح، أي أول رمضان بمرق علي أنا إني أنا ما فيش عندي يعني أركض 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 أركض، أنا بعبادتي الحمد لله رب العالمين. صريح صحيح بال 2015 كان ولادي معي، نعم كانوا هني يستلموا، لكن بعدين أنا صرت المسؤول، وأنا مجبور أظني يعني جاهز إني يكون عندي أفضل بضاعة، والله على مد زبون بيجي يأتي ولا لا يأتي. ارتحنا من هذا الموضوع، أنا مبسوط والله، أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، إني هذه الأيام من أفضل أيام في حياتي. نعم، هو القرب ومعرفة الله، هو رزق من حيث لا احتسب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي البركة، هي العلم، هي الفهم من سورة البقرة ومن الاستغفار. عشان هيك يا أخي، عندما تبحر مش يوم يومين أسبوعين تقول لي صار معي مشاكل، لا، في أمور أنا بحكي على بدأنا خلاص عشنا مع سورة البقرة 2 سنين، بدأت الأمور تتغير، أنت عمال تشوف أنه الرزق مش عمال يزيد، لربما رزقك لا يريده الله، يريد لك خير منه، يريد أن يكون رزقك أطيب وأطهر. نعم، لربما رزقك مغموس في شيء، لربما. هذا اللي كنت أبين لك إياته، قد ترى صورة سوداء قاتمة، ولكن النهاية من أجمل النهايات.
نعود للقصة هذه الأخت التي يعني عندها هذا المرض. شفت هذا المرض؟ يعني أنا صراحة ليش أنا صورت هذا من موبايل ابني؟ لأنه هذا الموبايل الثاني اللي بستعمله صورة الشاشة عنده شوية الشاشة ما بتوضح شو عندك شو فيه، ما عشان هيك صورت لكم بالشاشة الأخرى. شايفه يعني هذا وجهي كله الثعلبة الحمراء والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية. إذا بتشوف شيء من الشكل دائما قول اللهم عافينا مما ابتليت كثيرا من خلقك، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى كثيرا من خلقه وفضلنا تفضيله. بدنا نسمع هذه الأخت مع قصتها. نعم، هذه قصة الأخت. تذر شوي صوت، وإن شاء الله ما تخاف. إذا أنت تبت إلى الله وقبلت على الله ولازم سورة البقرة والاستغفار، أنا ما بقولش أول أسبوع في هجوم للشياطين صحيح، لكن بعد شهرين، بعد ستة أشهر، سبعة أشهر في أمور معطلة في الرزق، اعلم أن الله يدبر لك رزق أفضل من هذا الرزق بمليون مرة. ما تزعل، ما تزعل، استسلم، سيبهرك الله، سترى إنك كاين أنت في كاين في جهنم والعياذ بالله، وأخرجك الله نشلك منها. والله هكذا، هكذا هي، لأنك بتفكر التجارة شطارة، والله يريد لك شيء آخر، ويريد أن يحقق لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرج وكل هم من فرجة ورزقهم من حيث لا يحتسب. وأنت محتسب من متجر الحلو قال لك لا، هذا بالدهن مو ورايح أأتي لك برزقهم من حيث لا تحتسب. كان تعرف أنه الحديث إذا كان ضعيف أو صحيح، أنت إذا عشت الحديث وتأتى، وهذا أغلب الذين وجدوا من الاستغفار شيء رزقهم الله من حيث لا يحتسبوا، وما كان الله مقدمهم ما يستغفرون. والبركة والفهم والعلم والرقي وحسن التدبر، يعني تدبر أمورك اليومية وكيف تتعامل، حزبك السياسي هل أنتمي له لا أنتمي له، حزبك التيار الذي تنتمي له، مع سورة البقرة والاستغفار سيحلق الله كل باطل عندك، وإن كنت تظن إنك سلمان الفارسي الذي يبحث عن الحق ستحلق كل الباطل، سترى إنك خلص انتهى هذا الكلام من عندك، إذا كان فيه باطل أنا أقصد. وصلت؟ ركضك وراء المناصب والانبطاح تحت الأقدام سينتهي، ستحلقه سورة البقرة والاستغفار معا. ليش؟ سورة البقرة هي عقلك المدبر، هي النضوج الفكري والعلمي، واتقوا الله وهي التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، والاستغفار لا يعذبك الله، لا يعذب الله مستغفر. إن شاء الله إنك أنت بكفي إنك تتملق شخص قد اعتدت على تملقه لأنه عمل لك شيئا معين، والله قد يا يأخذك الله يا يأخذه، عشان ما تود تتملق. سينتهي هذا التملق، سينتهي هذا الذل والهوان من حياتك. نسمع القصة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مرض اسمه الذئبة الحمراء، مرض مزمن. أخبرتني الدكتورة إنه هذا المرض يعني خلاص استمر معايا مدى الحياة، وبدأت رحلة العلاج 4 سنوات لي، يعني اكتشفته من 4 سنوات وبدأت رحلة العلاج، وبدأت يعني بدأت الآن يعني وصلت لين الإبر الحمد لله دائما وأبدا. ولي فترة يعني بدأت يعني الحمد لله الاستغفار اجتهد، يعني ما استطع، ما أقول إني أنا ماسكة شيء معين، لا هو استغفار صوت البقرة الفاتحة، يعني لا أشرب ماء إلا أقرأ الفاتحة ولو مرة، يعني أحيانا الإنسان يكون ما أقول إن الإنسان لازم 7 مرات، يعني ما أقدر أنا كذا أبغى أشرب، كن أنا عطشانة بدي اللحظة وما في أنتظر أقرأها 7 مرات، أشرب أقرأها مرة، المهم لا يدخل في جوفي ماء إلا أقرأ الفاتحة مرة. والاستغفار اجتهد ما استطعت، أحيانا يقل أحيانا يزيد، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبرامية بالصيغة العادية، المهم يعني نجتهد ما استطعنا ولله الحمد والمنة. قبل شهر يعني
الإبر صار فيه مشكلة في الإبر، فطلبوا يعني لازم تحليل من جديد الدئبة يعني خلال 4 سنوات، وأنا عندي الدئبة وكل مرة يعني تحليل عندي الدئبة، فالآن طلبوا من جديد تحليل الدئبة الحمراء. فسبحان الله طلعت التحاليل، سويت التحاليل هذا الأسبوع، طلعت النتيجة نيجاتيف، لا يوجد لدي دئبة. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. يعني فرحة كبيرة، اللهم لك الحمد والشكر، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. فانتظرت لين أخذت موعد مع الدكتور، لين طلعت التحاليل قبل ما أراجع الدكتورة. فاليوم كان عندي موعد مع الدكتورة وبعدين قالت لي إيش اللي أنا شايفة، يعني أنت ما عندك دئبة؟ قالت ما عندك دئبة، اللهم لك الحمد والشكر. فما يعني ما زال عندي التهابات يعني وزي كده، بس لكن الدئبة لا يوجد دئبة، اللهم لك الحمد والشكر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالاستغفار الاستغفار الاستغفار، البقرة، الفاتحة ولو مرة بنية الشفاء فهي شافية كافية. اللهم لك الحمد والصلاة على الرسول، يعني أنا أحب الصلاة الإبراهيمية وأحيانا أقوم بالصلاة العادية، أقول الصلاة العادية يعني الصلاة اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد والشكر، وتهجد الذكر، يعني تهجد الذكر كمان يعني أنا أردده. فبس يعني ما كل ذلك فضل الله، فإذا يعني إن شاء الله أحد يستفيد يعني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. طيب هاي الأخت إلها قصة معنا، يعني بفضل الله كانت بسبب رؤية، هي رأتني برؤية تقص رؤية هاي الأخت صاحبة المرض هذا، مرض شفت أي ما هذا المرض. سبحان الله بالاستغفار سامح الله كل شيء، كل إشي مضايقك، كل إشي فيه ألم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم، ومع سورة البقرة إذا أخذك الله إلى منطقة أنت تظن إنها شر فاعلم إن الخير فيها. إذا أنت مستقيم على أمر الله وتائب من الذنوب ولزمت الاستغفار مع سورة البقرة ورأيت في أنهم أمور في حياتك قد بنيتها لسنين وإن بدأت تنهدم، اعلم أن الله يريد أن يهدمها ليبني لك خيرا منها بمليون مرة. نكمل نسمع قصة هذه الأخت، يعني كيف يعني بدأت تتابعني أو من أين بدأت تقرأ سورة البقرة والاستغفار. خاص أنا حسجل أحسن يعني يكون مرتب، يعني كده بعفو إياه بدون أي ولا تنسي أصلا. سبحان الله، يعني أنا شفت رؤية للشيخ محمد حجازي، وأني أصلا ما شفت الرؤية إلا بعد أن كررت سورة البقرة 7 مرات. فلما شفته قلت خلاص لازم أسوي مثل ما هو يفعل، يعني من البقرة والاستغفار. فنجحت نفسي لي دحين قريبا سنة كاملة أو أقل مش فاكرة، وأنا جاهد نفسي أفعل مثله، يعني أحاول أفعل مثله، أحيانا أقل أحيانا أكثر، يعني ما أكثر منه يعني جاهد. فهو كمان يعني سبحان الله ذلك فضل الله، بس هو سبب يعني. فخلاص أنا بس والله مشغولة دحين، وأنا أصلا سبحان الله يعني ما أدري ليه قلت، يعني الحمد لله يعني أحس هذا فضل الله علينا. وسبحان قد يكون هناك مريض وكذا، أنا بنفسي كنت أقول يعني ما فكرت إني ممكن إنه قالوا خلاص مرض ما يروح، لكن سبحان الله يعني رحمة الله فوق كل شيء، يعني والله هو الشافي. عقولنا هي الصغيرة اللي هي محجرة إنهم لا ما خلاص الإنسان يفضل مريض، لا لا. فسبحان الله قد يكون يعني سبب منه غير يجتهد، مش لازم تقرأ القرآن هذه عائشة. طيب إن شاء الله نحن نيوان لأنه خلص الدرس، نسأل الله العلي العظيم أن يعني تعرفوا معنى الاستغفار. فيش مرض مع الاستغفار، فيش أوف، فيش تعب، فيش دون، فيش تعطيل مع الاستغفار. لكن إن رأيت الأمور تتجه إلى الاتجاه المعاكس وأنت تريدها أن تتجه للاتجاه تبعك، فاعلم أن الله يريد أن يأخذك للخير المطلق إذا أنت كنت على صراط الله المستقيم.
أما إذا أنت كنت بذنوبك متقلب الكلام يختلف. طيب، والرزق سيأتيك من مكان آخر، والله سيرزقك من حيث لا تحتسب ولا يخطر على بالك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم، هذا حبيت أبين، عندما تمزج سورة البقرة مع الاستغفار لا يمكن أن يجتمع الباطل معك، وهذه الأف، وإنك تظلك في هذا التيه سينتهي، وسيأخذك الله إلى شيء جميل، حياة أخرى، منطقة أخرى، تستطيع أن تتعبد فيها وتترزق فيها، ستتعبد فيها وتترزق فيها، وتكون كل أمورك هذه جميلة، مش أركض وراء الدنيا، وسيصبح همك الآخرة، وسيغنيك الله من فضله، تأتيك الدنيا وهي راغمة. الله يبارك فيك ويفتح عليك، والسلام عليكم، رمضان كريم مبارك. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اجتهدوا وأكثروا وشمروا حتى تصلوا ليلة القدر، عشان يقدر الله لكم مقادير جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.